طبعا انا من بلد طارق حامد، ونتمنى التوفيق لكل اللاعبين وبالاخص طارق ومحمد صلاح، وربنا يوفقهم يا رب ويعملوا نتيجه كويسه ويوصلوا الادوار اللي احنا نتمناها، اللي هي دور ال 16 وممكن دور الثمانيه كمان، وربنا يوفقهم يا رب. واحنا كل قبل الاصل ورا طارق حامد وبنتمنى لهم التوفيق. انا شعب المكي من قريه كفر الاصالي واتمنى كابتن طارق يهدى في الملعب وربنا يوفقه ويوفق المنتخب كله، وبسم الله يعني ونلعب ونأدي ماتش حلو ونكسب، يعني مش اهم حاجه، مش عايزين خساره، لا تعادل يا مكسب، واتمنى للفريق كله المنتخب المصري. أنا عبد الحكيم محمد علي، رئيس قسم إداري بمدرسة شكر الدريمي بكفر الأصاب. طارق جه عنواني وعنوان البلد وحاجة تشرفنا طبعا، وإحنا نتمنى كل الخير للمنتخب، ودي حاجة كبيرة للبلد، ومصر نفسها مش متقدمة إلا بكيف. دي رسالة لنا، رسالة مصر كلها هي كرة القدم، ونتمنى طبعا واملنا كبير في صلاح طبعا، وطارق دي حاجه كبيره بالنسبه لنا، وابن خير وعامل هنا مشاريع كبيره جدا، عامل هنا قرن حسن فيه ان شاء الله من غير مقاطعه جايب اسعافه للبلد هنا مكلفه فوق 400,000، الشجر في مداخل البلد كله ومدهون وفيه مكلفين بناس هيعملوه علم مصر، وطارق حاجه كبيره، وطارق ابنني ودي ابن حلال، والمنتخب ده امنيتنا، أمنية كل مصري، أمنية كل واحد بيحب بلده. أمال إيه؟ ربنا يوفقنا يا رب بس، وربنا يسهل بينا.